كفانا غفلة يا جماعة، كفانا غفلة. ده إبليس وظيفة عمره إنه ما يدخلكيش، ده إبليس متفرغ عشان أنت ما تدش برجليك الجنة اللي بنتكلم عنها ده. إيه؟ ده إبليس قضية عمره معين لكل واحد مننا جند من جنود 24 ساعة لآخر لحظة من عمري وعمرك وعمرك عشان ما حدش فينا يطاقها. كفانا غفلة يا جماعة، كفانا غفلة يا طلاب الدنيا. الدكتور بيقعد من 5 ل 25 سنة، من عنده 5 سنين ل 25 سنة يجيب البكالوريوس، ومن 25 ل 35 يجيب الماجستير والدكتوراه، ومن 35 ل 45 يفتح عياده ويعمل اسم، ومن 45 ل 65 يبني عمارة لعياله ويعمل له صيت، وعياله يطلعوا كل واحد يركب عربية فارهة من وهو صغير، وابوه وهو قدهم كان بيتشعلق على الاوتوبيسات، وفي الاخر يموت وما عملش اي حاجة لاخرته. كفانا غفلة يا جماعة. ومن أراد الآخرة وسعى لها إيه؟ سعيها. مش أي سعي ينفع إنك تنال بيه الجنة، مش أي سعي. أنا مندوب تسويق، أنا جاي أسوق سلعة جنة ما بيننا الليلة، أنا جاي أعرض عليكم سلعة الله الغالية، يا ترى تقتنعوا بيها ولا لأ؟ يا ترى تحسوا بخطورتها ولا لأ؟ كفانا غفلة يا جماعة. ده ربنا بيقول أعدت للمتقين، أعددت لعبادي، أعدت يعني الكلام اللي بنتكلم عنه دلوقتي موجود دلوقتي، القصور دي موجوده دلوقتي، كل النعيم اللي بنتكلم عنه ده موجود دلوقتي. كفانا غفله يا اخوان، كفانا تضييع، كفانا تضييع.